قبل كده في منتج كبير بس هو الله يرحمه خلاص قال لي انت لو ما تنزلتيش كده وده كان في بداياتي طبعا برضه انت لو ما تنزلتيش عمرك ما هتبقي نجمه كبيره, انت هتبقي اخرك كده زي الناس اللي بتنحت في الصخر و و و و و. قلت له انا مش عايزه ابقى نجمه كبيره, انا فل, انا راضيه يعني, انا لو النجوميه هتبقى بالمنظر ده انا مش هعملها ومش عايزاها. فماني واتكلم معايا ساعتها كده يعني وبتاع وقال لي سوري وبتاع, قلت له شكرا مع السلامه, خدت بعضي ومشيت, مش هلعب برضه لعبه دي, ان انت بتساومني ان انا لو ما فهمتش مصلحتي بالمعنى ده وعرفت مصلحتي وقبلت الاوفر فانا كده عمري ما هبقى نجمه كبيره, لان انت كده عيشي بقى 20 30 سنه حاولي تبقي حاجه ومش هتعرفي تبقي حاجه كده يعني. فالحاجات دي بتخلق, كانت جوايا تحدي, ببقى ماشيه ديسابوينتد قوي ومتضايقه ومخنوقه وكده, بس بتخلق جوايا تحدي اللي هو لا, المشوار اصعب, الطريق اطول, بتاع, بس لا ما انا مش هتنزل عن مبادئي ابدا. لكن في كتير, لا ده في كتير, افتكر لك ايه ولا